رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا دكتور حسام، ازي حضرتك؟ اهلا بيك، ازي حضرتك ومساء الخير عليك وعلى كل مشاهدينك. دكتور حسام، المتحور الجديد او دور البرد او الانفلونزا ايا كان اللي احنا بنسميه، اللي هو الدور اللي بينتشر كل سنة وخلاص بقينا متعودين عليه، ايه هي اعراضه؟ خلينا نقول، يعني انا بشكر حضرتك على المقدمه اللي حضرتك قلتها. خلينا نقول ان احنا دايما في هذه الفتره من كل سنه، وزي ما حضرتك قلت كل سنه، صحيح احنا كان عندنا هذا الانتشار للفيروسات التنفسيه، صحيح سواء كانت ما قبل الكورونا كانت الانفلونزا والمخلاوي، صحيح ثم ظهر علينا فيروس جديد اللي هو فيروس كورونا صحيح ومتحوراته. لكن هل الكورونا، هل هي ما زالت الكورونا المرعبه؟ هي بالنسبه للمجال الطبي اصبح ان احنا دلوقتي عندنا نوع من الاطمئنان، ان كل ما بيحصل متحور بتبقى شده اعراضه الطبيه اقل، يعني ما فيش نهجان، ما فيش صعوبه في التنفس. انت حضرتك يعني ذكرت الاعراض بالنسب المئويه اللي حضرتك ذكرتها، مظبوط. ما قلتش ان في نهجان، ما قلتش ان لا في لا التهابات خالص، ده رئويه. النسب دي يا دكتور بعد اذن حضرتك وفقا لمكتب الاحصاءات الوطنيه في المملكه المتحده. كويس، ما لا من الشكل، لا انا عارف ان دي حضرتك الكلام بتقول ده طبيا دقيقه، لكن انا بقول ان هو دي لما انت حضرتك بتقولها فقلت طب فين النهجان؟ ما فيش نهجان. فين صحيح الصعوبه في التنفس؟ فين النقص الاكسجين؟ فين حالات الالتهابات الرئويه؟ ما فيش اي حاجه من دول. صحيح صحيح كويس، لكن خلينا نفرق في حاجه، انا كطبيب بقول الدور مش شديد، لكن على المريض في شده. يعني ايه؟ يعني في حراره، في تكسير في الجسم، في صحيح صعوبه في البلع، في همدان، في رغبه شديده في النوم، في بعض الناس بيبقى العكس، في قلق. ها كويس، يعني في الاخر هو في 3 4 ايام من حياته هو بيفقدهم، ويفقدهم في شغله، ولو طفل بيروحش المدرسه، لو اهل ما عندهم حد في البيت، كل بيت. طب دكتور حسام، حضرتك كده بتدي النصيحة الأولى إن الدور ده لو جالك لازم ترتاح، يعني ما تعافرش معاه، لأنه أولا كمان أنا ملاحظ حتى من متابعة المحيط القريب إن أصدقائي اللي عافروا مع الدور ونزلوا اتنكسوا أكتر، لكن خلينا اللي نتكلم، ريحوا ارتاحوا. في نقطتين أساسيتين. إن أنا ما انزلش دي حاجة مهمة جدا عشان أحمي أهلي صحيح وأحمي المحيطين بيا وأحمي المجتمع. فأنا كل ما بنزل أنا بساعد على انتشار الفيروس في المجتمع بتاعي. فده إذا كنت أنا هيبقى واحد مصاب هيبقى في عدد من المصابين هيظهر في المحيطين بيا. ودي حاجة مش مطلوبة. طب دي على الفائدة العامة، لكن على الفائدة الخاصة احنا بنقول ان احنا علشان اي التهاب فيروسي احنا دلوقتي ما بنستخدمش مضادات الفيروسات الا في فئات معينة كويس تمثل خطورة. لكن في الفئات العامة ما بنستخدمش مضادات فيروسات. يبقى احنا مضادات الفيروسات ما بنستخدمهاش الا اذا كان في امراض مناعية، الناس اصحاب امراض القلب اللي بياخدوا ادوية مثبطة للمناعة عندهم حاجه تقول لي مناعته مش قويه، يبقى انا عاوز مناعتي تبقى قويه، مناعتي تبقى قويه الراحه البدنيه والنفسيه كويس، ودي مهمه جدا، والتغذيه السليمه. وطبعا البعد عن التدخين او الحاجات اللي بتقلل المناعه، يبقى 4 نصائح انت بتقعد في البيت عشان تحمي نفسك الاول وتريح نفسك عشان تقوي مناعتك. صحيح. الراحه النفسيه، البعد عن التدخين، التغذيه السليمه، ثم السوائل الدافئه كويس، والتهويه السليمه، وان انا ابعد ما عنديش حد، هي دي الاساس دلوقتي في الفقره الحاليه. طيب دكتور حسام، حضرتك قلت مصطلح، يعني انا واقف قدام المصطلح دقيق جدا ومحتاج افهمه اكتر. حضرتك قلت ان الدور السنه دي شديد على المريض، لكن بالنسبه لنا كدكاتره مش شديد. انا دايما بخاف على مريضي من ان هو يحصل التهاب رئوي او يحصل فشل في التنفس، او صحيح. يطلبني عند دخول المستشفى، او ان احنا نضطر نستخدم اجهزه مساعده للتنفس. دي بالنسبه لنا طبيا دي الشده. لكن كويس انا عارف ان المريض هيجي بعد 5 ايام تعافى وكويس، مش معنى كده ان المريض هيتنه قاعد ب5 ايام حراره، فهنا شده على المريض. ها لكن ما فيش شده طبيه تستدعي استخدام دخول المستشفيات او دخول الرعايه المركزه، او ان احنا نضطر ان احنا نستخدم الاكسجين. ها كل الكلام ده مبقاش محتاجينه. فدي كل معنى يعني كلمه شده يعني طبيه. يعني الدور هنا ممكن يكون مؤلم على المريض لكنه مش خطير، مش يعني خطير مش بالظبط كده. خطير. لا، عشان كده وعاوز اقول لك توصيف حضرتك في منتهى الدقه، لانه انا دايما بكلم حضرتك من واقع المحيط، لانه ما فيش حد، يعني ايه، المحيط بتاعنا موجود فيه حالات يعني، فكل الناس يقول لك الدور السنه دي شديد قوي قوي قوي، ويقعد يصوت له في البيت مثلا من 3 ل7 ايام، وبعد كده يقوم ولا كان في حاجه. زمان بقى في بدايه الكورونا كان اول واحد اي حد ما يجي له كورونا يقول لك استر يا رب، وبعد شويه ندور له على رعايه مركزه، فالمساله بتقل شويه بشويه. مظبوط، وهو ده اللي انا باكد عليه، بقوله احنا
مفيش حد يقدر يخبي، لان العالم دلوقتي اصبح احنا كلنا حوالين مجتمع محيط بينا. لما يجي حد يقول لي هذا الفيروس الشديد اقول له عرفت حد دخل مستشفى؟ يقول لي لا. عرفت حد احتاج دخول العياده المركزيه؟ قال لي لا. كويس، اذا احنا ما نقدرش نخبي شده حاله، لكن ما نقدرش نقول ان في فيروس محتاج وعي مننا، مش محتاج اهمال، محتاج حذر. كويس، انا مش معنى كلامي ده رساله طمأنه، لا دي صحيح. بالعكس دي رساله تحذير. ناخد بالنا ان احنا المسؤولين عن ان احنا انتشار الفيروس في داخل المجتمع. صحيح. كل ما كنا حذرين في ان احنا نمنع انتشار الفيروس، كل ما هتخلي حدة الدور عند اهلنا وعند المحيطين بينا اقل. طب دكتور، هل الناس اللي اخذت التطعيم مرتين وثلاث مرات محتاجة تاخد تطعيم تاني، او معدل التطعيم قد ايه؟ خلينا نقول ان احنا اي التهاب فيروسي هو التطعيم بتاعه بيبقى سنويا. ها، اذا احنا محتاجين ان احنا ناخد تطعيم. بس التطعيم ايه؟ التطعيم المحدث الذي يشمل، يعني حضرتك لما خدت مصر انفلونزا السنه اللي فاتت، وده احنا بنأكد عليه في كل سنه، خدت التطعيم السنه اللي فاتت ولا خدت التطعيم اللي نزل السنه دي اللي شمل الفيروسات بتاع السنه دي؟ خدنا بتاع السنه دي. اذا احنا علم الفيروسات هو كويس، دايما الفيروس عاوز يبقى بس انا فبيتحور. هقول لحضرتك بامانه، يعني في ناس كتير قوي صهينت وما خدتش لانه خلاص الموضوع هدي، ده طبعا بيرجع للاسف بالفيروس يعني. للاسف الشديد احنا اللي انقذنا وانقذ العالم من هذا الفيروس اللعين الوعي المجتمعي واللقاحات. كويس، فاذا اللقاحات مطلوبه لكن هي لقاحات محدثه. جايز ان شاء الله السنه الجايه مع تقدم العلم اللي موجود يبقى في لقاح للانفلونزا وللكورونا في جرعه واحده ان شاء الله. يعني حضرتك دلوقتي بتنصح بان احنا ناخد تطعيم الانفلونزا، ده اول حاجه، وتطعيم الكورونا. هو المفروض تطعيم الكورونا كل قد ايه بناخده يا دكتور؟ كل سنه. كل سنه، يبقى احنا تطعيم الكورونا لازم ناخده كل سنه، وتطعيم الانفلونزا لازم ناخده، وخصوصا للفئات العمريه اللي هي تمثل خطوره او اصحاب الامراض المزمنه. يعني الكبار في السن ما يخافوش يعني؟ لا، الكبار في السن هم دي الاولويه، هم اللي ليهم الاولويه. بالظبط. واعتقد انه الحمد لله التطعيم متاح يا دكتور. ها، وزاره الصحه يعني بكل هيئتها كويس على اتم استعداد للتطعيمات او للتشخيص والعلاج. عارف انا بقول لحضرتك ده ليه؟ لان احنا بنفكر نفسنا دايما، لانه دايما لما بنتعرض لمشكله في الاول بنبقى ملتزمين ومواظبين، وبعد كده لما الدنيا تهدى بننسى، فكلنا نسينا. عشان مهمه، احنا عاوزين ما ناخدش الموضوع بسلاسه لكن ناخده بحذر، لا بخوف ولا بلا مبالاه. الحذر مطلوب لان الحذر هو اللي يحمينا من كل حاجه. صحيح يا دكتور. بشكر حضرتك جدا دكتور حسام حسني، رئيس اللجنه العلميه لمكافحه كورونا، واستاذ طب بكليه الطب جامعه القصر العيني.